شايف الراجل ده؟ صحيح شكله بسيط وغلبان، بس الراجل ده بقى قلب الهند، والحكومة الهندية كانت مصنفاه من أخطر المجرمين وقتالين القتلة على مر التاريخ. بس برضه مش ده الغريب، الغريب إن في الوقت اللي حكومة الهند صرفت أكتر من 300 مليون علشان تمسكه وتخلص منه، كان الشعب بيحبه وبيحميه وبيعتبره بطل. فازاي مجرم خطير وبطل؟ وإيه حكاية الراجل اللي شكله بسيط ده وهو قتال قتلة؟ دي بقى حكايتنا النهاردة، فيربن. كلنا بنسمع عن كلمة مجرم خطير، بس ايه اللي بيعمل مجرم خطير؟ هل القوة الجسدية الرهيبة اللي تموت اي حد بضربة؟ مش دايما، واحنا برضو شفنا جيفري دامر وقديه رغم انه نحيف وضعيف بس كان قتال قتلة. اخطر حاجة في المجرم مش قوته وعضلاته، انما دماغه. وفيربن نفس الحكاية بالظبط. فيربن من صغره كانت دماغه مختلفة، رغم انه كان مولود في اسره فقيره قوي في جنوب الهند والاوضاع كانت صعبه، بس فيربن كان متمرد، كان عايز يعيش حياه احسن وقرر انه لازم يلاقي طريقه وياخد خطوه. وعلشان فيربن يحقق الحياه الاحسن ويطلع من الفقر والغلب اللي فيه، ياخد قرار وهو لسه يدوب 10 سنين، قرر انه يبدا يشتغل في الممنوع علشان يعرف يعيش كويس. وفعلا راح لحد من قرايبه ليه سمعة انه شغال في الاجرام والتهريب والممنوعات، وطلب منه انه يشغله. وكان الشغل وقتها في الصيد الجائر للفعلة علشان ياخدوا العاج ويهربوه، وكان معاها تقطيع اشجار الصندل بطرق غير قانونية والتهريب. وفيربن يختار الحياة دي ويختار انه يبقى خارج عن القانون ومطارد من الشرطة وهو لسه في السن ده، فقط علشان يعيش كويس. وفعلا ينتقل ويعيش في اعماق الغابه ويبدا حياته كخارج عن القانون. ويقتل فيربن اول فيل في حياته وهو سنه لسه صغير جدا. وفيربن يحب الطريق ويحب فلوسه ويتعلق بقريبه اللي علمه وشغله، ويبدا يعتبر ان هو الاب الروحي ليه. ويبدا فيربن يكبر ويتعلم اكتر وعوده يشتد ويبقى اخطر، ويعمل فيربن اول جريمه قتل الانسان في حياته وهو لسه سنه 17 سنة. ويبدأ فيربن سلسال من نهب وجرائم قتل كتيرة جدا. بس الغريب ان فيربن في قتله كان بيصطاد ضباط الشرطة والمسؤولين، كان عنده كره كبير جدا ليهم، وكان دايما بينتقم منهم ودايما بيقتلهم بوحشية. في ناس بتقول ان سبب كرهه للشرطة او قتلهم لقريبه اللي كبره وعلمه وكان بمثابة الاب الروحي ليه، وناس تقول ان الشرطة قتلت ابوه بالغلط وهو بياخد بطار ابوه. وفي اللي يقول كمان ان الشرطة كانت سبب في طرد اهله الفقراء من بيتهم المعدم، وغيرها اقاويل كتير. بس الاكيد ان رغم كل الاقاويل دي، الا ان فيربن كان الفلوس اللي بيكسبها من اجرامه والتهريب كان بيطلع منها لمساعدة اهله واهل القرى من الناس البسيطة والمعدمة اللي حوالين الغابة. كان بيوزع من الفلوس اللي بتجيله من اجرامه على الناس الغلابة، وده كان مخليه رغم انه مجرم وقتال الا ان الناس كانت بتحبه، خاصة ان الناس كانوا شايفين ان الحكومة الهندية فاسدة وبتيجي عن الفقراء، وان فيربن بيعمل تطهير بيسرق وبيهرب وبيساعده. وبقى اهل القرى بيستروا عليه ويساعدوه، وبقى فيربن اقوى واخطر، وبيستمر في صيد ضباط الغابة او المسؤولين، واللي يصطاده ويقع تحت ايده ويقتله بيرمي جثته يا اما على اول الغابة يا اما يعلقها على الشجر. ووسط كل ده كانت الحكومة الهندية مش عارفين مين اللي بيعمل كده او ليه، كانوا بيدوروا على اي طرف خيط. بس فيربن كان في اعماق الغابة وصعب جدا الوصول ليه. وهجمات فيربن تزيد وتتشهر جدا، خاصة لما يتقتل رتبة كبيرة قوي سنة 87 بنفس الشكل والطريقة بتاعت فيربن. ووقتها الحكومة الهندية كان لازم تتصرف معاه، ويحاولوا يطلعوا يتحروا عن مين اللي في الغابة بالظبط اللي بيقتل الضباط، ويسألوا الناس والقرى اللي حوالين الغابة علشان يدلوهم. ولكن أهل القرى بيحبوه وبيحبوا مساعداته ودعمه، وشايفين الحكومة الهندية فاسدة، فما كانوش بيتعاونوا مع الشرطة ولا يقولهم مين الفاعل ولا أي شيء، وكانوا بيتوهوهم أكتر. فبقى فيربن كل مدى ثقته بتزيد وإجرامه بيزيد أكتر وأكتر، وحتى لو الشرطة قربت أو حتى هيتمسك كان بيدفع رشاوي كبيرة أو يتخلص منهم ويعرف يسلك نفسه. وفضل على الحال ده لحد ما تيجي أشهر علامة ليه سنة 92، يكون في ناس من رجالته مقبوض عليهم، فيطلع فيربن بسلاحه ورجالته على اسم الشرطة، ويعمل هجوم مسلح على اسم الشرطة ويقتل معظم اللي كان في الاسم وقتها، ويطلع رجالته اللي كانوا محبسين ويمشوا.
وما يوقفش لحد هنا، لا يعرف بعدها كمان ان الحكومة بعت ضابط رتبة يحقق في الهجوم اللي حصل على الاسم ويصطادوا فيربن برضو هو واللي معاه. فبقى دلوقتي الحكومة الهندية مش عارفة تتعامل مع الخطر اللي في الغابة اللي بيقتل في الضباط والمسؤولين، فكونوا فريق خاص كبير من 41 شخص من رجال الشرطة وضباط الغابات. وتخيل بقى الفريق ال 41 شخص ده ايه اللي يحصل ليهم؟ أثناء ما الفريق بيدور على الخطر المجهول اللي في الغابة، العربيات بتاعتهم تعدي على ألغام حاططها لهم فيربن، ويموت من الفريق 22 ضابط في عملية قتل جماعي خطيرة. والوضع يتعقد أكتر، والوضع بقى أصعب وأصعب على الشرطة الهندية دلوقتي. في خطر جوه الغابة بيقتل في الضباط والمسؤولين ومش لاقيين أي طرف خيط عنه، وتعتبر الحكومة الهندية إن اللي عايش في الغابة ده من أخطر المجرمين. بس في نفس الوقت اهل القرى والناس اللي عايشين حوالين الغابه حابينه جدا، ده بيهرب وبيدينا، بيجرم وبيساعدنا، حمانا من الفقر والجوع. كانوا بيحبوا فيربن وشايفينه بطل قومي. وعصابه فيربن بدات تكبر قوي، وصحيح لما كبرت قوتها زادت جدا، بس برضو ده خلى بعض الرجاله يقعوا تحت ايد الشرطه، وبقى بعضهم يعترف ويقر، فتبدا العصابه بالتدريج شويه في شويه تقع زي الدمر. وقع ناس كتير قوي من رجال العصابة والمهربين والشبكات، وبدأوا يقربوا أكتر وأكتر من فيربن شخصيا، لحد ما يجي وقت على فيربن يتبقى معاه من رجالته فقط 5 بس، وفيربن لازم يتصرف، محتاج رجالة معاه. فيعمل ايه بقى فيربن؟ فيربن ما جنتش واحد ولا اتنين، فيربن كان بيجنت قرى كاملة. كل القرى اللي حوالين الغابة مع الفلوس والمساعدة اللي كان بيطلعها كانوا معاه في صفه، وكانوا عايزين هما اللي يبقوا رجالته. كانوا شايفين ان هما لازم يردوا الجميل ولازم يفدوه ولو بعمرهم، وسموا فيربن روبن هود الهند، البطل بتاعها اللي بيسرق ويوزع على الغلابة. ووقتها ورغم ان الحكومة عرضت مكافأة ضخمة بالملايين للي يسلمه، ولكن برضه محدش من الناس باعه. فحاولت الشرطة تقبض على مرات فيربن ويعرفوا منها أي تفاصيل عنه، ولكن كان فيربن سايبها من شهور وبيبعت لها مصروفها كل شهر، وهي نفسها ما تعرفش هو فين فيربن. فيربن كان مش سهل على الإطلاق ومحدش عارف يوصله. فبقى كل اللي معروف إن فيربن عايش في أعماق الغابة وبيصطاد الناس، بس فين بالظبط في الغابة أو إزاي نوصله أو نلاقيه محدش كان عارف. فضلت فيه محاولات كتير للوصول ليه، وفضل فيربن يعمل أفخاخ أكتر للشرطة. ساعات كان بيسيب دليل على مكانه فيروحوا عشان يقبضوا عليه يلاقي عامل لهم كمين ويصطادهم، وساعات يعلن انه هيستسلم فيروحوا له عشان يقبضوا عليه ويصطادهم برضه. ومش بس كده، اي حد من اللي حواليه كان بيشك ولو شك صغير انه متعاون مع الشرطة كان برضه بيصطاده. ويمكن من اكتر الحاجات الغريبة اللي عملها فيربن انه سنة 2000 خطف الممثل الهندي راش كومار وطلب فدية كبيرة وقتها، وفضل حبسه عنده أكتر من 3 شهور، وبعد كده أطلق سراح الممثل سليم من غير أي أذى. والممثل لما طلع قال إن فيربن ما أذاهوش ولا عمل له أي حاجة، بالعكس كان بيعامله كويس جدا ونفذ له كل الطلبات. بس دي بقى ما كانتش أول أو آخر مرة فيربن يخطف حد، لأن بعدها في سنة 2002 خطف وزير سابق وطلب فدية كبيرة علشان يحرره. وبعد شهور من التفاوض الشرطة اكتشفت ان فيربن كان بيمطلهم وبيستخف بيهم مش اكتر. وليه بقى؟ لان فيربن كان قتل الوزير السابق بالفعل ومعلق جثته على واحدة من اشجار الغابة، وبعد تشريح الجثة عرفوا انها ميتة من 3 شهور، يعني مش يوم ولا 2. ووقتها الشرطة قامت مزودة مبلغ المكافأة من تاني وخلته مبلغ اضخم بالملايين، بعد ما خلاص تيقنوا من خطورة الشخص اللي بيواجهوه وان ازاي صعب ان اي حد حتى من الناس يسلمه. ومن بعدها بقت مهنة فيربن الجديدة هي الخطف. فيربن فضل يخطف في المسؤولين والسياسيين والمشاهير ويطلب دايما فيهم فدا كبيرة، واحيان كتير كانت الفدية دي بتدفع فعلا من الحكومة ولكن بشكل غير رسمي، وتطلع الحكومة تقول انهم استطاعوا انقاذ المسؤول او المشهور الفلاني من غير ما يدفعوا اي حاجة. وطبعا كان وقتها فيربن بمبالغ الفديات الضخمة دي كان بيوزعها على الفقراء والمعدمين فيحبوه ويلتفوا حواليه أكتر، ويعيش فيربن مسيرة كبيرة من نهب وخطف وتهريب وإجرام وهو محير الحكومة وراه فترة كبيرة على الحال ده، لحد ما يجي وقت فيربن كان فيه مريض جدا وكان محتاج تدخل طبي على وجه السرعة.
الراجل كان خلاص الشيخوخة تمكنت منه وحالته الصحية بقت صعبة. أطباء كتير حاولوا يعالجوه في الوكل السري بتاعه اللي في قلب الغابة، ولكن فشلوا بسبب ضعف الإمكانيات وكبر سنه، ونصحوا بالتوجه لأقرب مستشفى على وجه السرعة، وإلا الوضع هيسوء أكتر وهيموت، وإن هما في المستشفى هيوفروا ليه الرعاية اللازمة. وطبعا فيربن كان رافض إنه يروح المستشفى، لحد ما الألم زاد على فيربن جدا وفعلا طلب عربية إسعاف. وأخيرا يخرج فيربن من وكله، خرج وهو كبير ومريض وضعيف، والشرطة وقتها كان ليهم جواسيس جوه عصابة فيربن، وكانوا بيستعدوا وبيتأهبوا للحظة دي. عربية الإسعاف اللي جت كل اللي فيها كان رجال شرطة متنكرين، الطبيب، الممرض وحتى السواق، وخدوا فيربن في عربية الإسعاف، والمفروض يعني ان هم هيودوه على المستشفى. بس فيربن شك، الطريق اللي عربية الإسعاف واخداه ده مش طريق المستشفى. عرف فيربن وقتها ان دول شرطة، وعرف كمان ان عصابته فيها جواسيس وهم اللي سلموه، وخلاص هو دلوقتي جوه العربية، وعربيات الشرطة دلوقتي بتقرب منهم وبتحاصرهم. ووقتها فيربن كان لازم ياخد قرار، بس كان بالنسبة له خلاص كده كده ما عادش باقي له من العمر كتير، ولو ما ماتش دلوقتي بالسلاح هيموت كمان شوية من المرض. فطلع مسدسه وخد قراره وبدأ يضرب في المليان، وبدأ يحارب من تاني لحد النفس الأخير، ولكن كان طبعا خلاص النهاية محتومة. خد طلق ناري فيربن واتقتل، ويموت فيربن المجرم اللي على مدى عشرات السنين بيقتل في رجال الشرطة والمسؤولين، وبيسرق وينهب ويساعد في الغلابة والمعدمين. مات فيربن بعد ما الحكومة الهندية صرفت أكتر من 300 مليون ما بين محاولات للقبض عليه أو فديات كانوا بيدفعوها. ودي كانت نهاية شخصية غريبة قدرت تحفر نفسها في التاريخ، فيربن أو روبن هود الهند، المجرم اللي كان بيسرق وينهب وعشان يساعد الغلابة. بس انتوا ايه رأيكم في حكايته وفي قصته؟ بيقولوا اللي يعيش يا ما يشوف، بس اللي يدور هيشوف أكتر. وعشان كده أرشح لك جدا تشوف الحلقات القديمة، ولو أول مرة بتشوفني تعمل لايك وسبسكرايب وفولو والجو ده. وشكرا ليك، وسلام عليكم. سلام.